صعب معاه من القلب يتمكن مع الإيمان بالله المستحيل ممكن اليأس صعب معاه من القلب يتمكن هو كتاب الله من كل شيء مثل نجاه أسلوب حياة صبره دعا ربه ربه استجاب ما ضعفش يعقوب من حزنه ما يقسش من رحمة ربه دعاه استجاب زكريا كان أمله في ربه لما دعاه دعا من قلبه وربه استجاب هو كتاب الله نجاه أسلوب حياة ولله المثل جوا كتاب الله من كل شيء مثل نجاه أسلوب حياة ولله المثل قريب مجيب معين يا بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الثبات على الحق في قصة اليوم هو نموذج عظيم من كتاب الله للثبات على هذا المبدأ، عرفنا الله به في كتابه العزيز لكي نرى كيف ثبت السابقون على الحق.
رغم كثرة الابتلاء. ماذا بك يا صالح؟ أنت لست في حالتك المعتادة، هل حدث شيء؟ اجلسي يا هند، أريد أن أستشيرك في أمر. قل يا صالح، ماذا بك؟ حدث شيء غريب في العمل وأزعجني كثيرا. خيرا إن شاء الله. ذهبت اليوم لمدير الشركة لأخبره عن شيء مريب يحدث في حسابات الشركة، وكنت أظن بأن لا علم له به، وما إن أبلغته بتلك المخالفات حتى رأيت منه ما لم أتوقعه. كيف؟ ماذا قال لك؟ أخبرني بأن أتكتم على الأمر ولا أتحدث فيه مرة أخرى. كيف؟ هل هو مشارك في مثل هذه المخالفات؟ يبدو ذلك. وماذا ستفعل؟ هل عهدت علي أي تخاذل في نصرة الحق يا زوجتي؟ لم تتخاذل أبداً، ولكن هذه المرة الأمر شديد الصعوبة، ففي النهاية هو مدير الشركة. ليكن، فأنا لن أتنازل عن مبادئي مهما كان الأمر، فالثبات على الحق هو غاية الدين، هذا ما تعلمناه من ديننا يا هند. صدقت يا صالح، فغاية الدين هي أن يثبت الإنسان على الحق مهما زادت الضغوطات وكثرت الفتن، ولنا في أصحاب الأخدود مثال وقدوة حسنة. في حقبة سابقة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هناك حاكم ظالم يلقب بذي نواس بن شرحبيل، كان يحكم نجران بالحديد والنار، وكان لهذا الملك الظالم ساحر يدعى دلعان. فلما بلغ دلعان من العمر ما بلغ وشعر بأن الأجل قد اقترب، طلب من الملك أن يأتيه بغلام ليعلمه السحر كي يخلفه في بلاط الملك. أتوا له بغلام يدعى ابن الثامر، فراح الغلام يتعلم من الساحر فنون السحر في كل يوم. وبينما هو مار على صومعة في الطريق، سمع كلمات من راهب يدعى فيميون يتعبد بصوت جميل، فقرر الغلام أن يجلس ويسمع ويتعلم من الراهب كما يفعل مع الساحر. من أنت يا غلام؟ وما الذي أدخلك إلى صومعتي؟ ها؟ بل من أنت؟ وما الذي كنت تردده منذ قليل؟ أنا لم أسمع كلمات كتلك من قبل. أنا الراهب فيميون، وما كنت أفعله هو الصلاة لله والدعاء له، فهذه هي صلاتي وهذا هو دعائي. صلاة ودعاء؟ عن أي إله تتحدث أيها الراهب؟ هل لك إله غير آلهتنا؟ الإله واحد يا غلام، لا ثاني له، وما دونه فأصنام لا تضر ولا تنفع. هل علمتني أيها الراهب من علمك هذا؟ خيرا ما طلبت يا فتى، فوالله إنه لطريق الفلاح، وإن طلب معرفة الله هي الغاية التي خلقنا الله من أجلها. بدأ الغلام يتعلم من الراهب الإيمان بالله، ويتعلم من الساحر السحر، يغدو ويروح كل يوم لكلاهما من طريق واحد، ولكنه لم يكن قد أيقن بعد أيهما على الحق وأيهما يعين الشيطان. وفي أحد الأيام وهو في طريق سيره للساحر، وجد دابة كبيرة تحول بين الناس والسير، ولا يستطيع أحد من الناس أن يقترب منها. حينها قرر الغلام أمرا.
اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس آمنين. وبعد أن انتشر بين الناس خبر الغلام وذاع صيته، طلبه أحد وزراء الملك لكي يداويه بعد أن فقد بصره. لقد سمعت عن معجزاتك التي يحكي عنها الناس، وها أنا قد أحضرتك إلى هنا لكي تساعدني وتشفيني. أنا لا أشفي أحداً، إنما الله تعالى هو الشافي، هو الشافي والرحيم بعباده، فإن آمنت به دعوت لك الله فرد إليك بصرك بمشيئته. ولكني لا أعلم شيئاً عن إلهك، فهل عرفتني به؟ سأعلمك كما علمني الراهب، عسى أن يهديك الله للحق كما هداني. فلما أنبأه الغلام بدين الحق انشرح قلب الرجل لدين الله فآمن به، فدعا الغلام له فرد الله إليه بصره. وفي اليوم التالي وحين التقى الملك بجليسه سأله: إذا ما سمعته صحيحا، لقد عاد إليك بصرك. نعم يا مولاي، لقد رد إلي بصري وعدت أرى كل شيء. وكيف حدث هذا؟ إنه أمر غريب. إرادة الخالق يا مولاي. أي خالق هذا الذي تتحدث عنه في حضرتي أيها الوزير؟ هل أصاب عقلك الجنون؟ الخالق واحد يا مولاي، خالقي وخالق كل شيء. هذا ليس بكلامك، من علمك مثل هذا الكلام؟ لقد هداني الرب لطريقه القويم يا مولاي، وأرجو أن يهديك أنت أيضا. سألتك من علمك هذا الكلام؟ لابد وأنه الغلام. كل الناس تتحدث عن معجزاته، إذن فهذا الغلام هو بداية نبتة الهلاك التي ستزرع في بلاط ملكي. يا حراس، خذوا هذا المجنون وضعوه في السجن، وأما أمر الغلام فسأتولاه أنا بنفسي. فلما جاء الجند بالغلام للملك فعرض عليه أن يرجع عن دينه وأن يتبع دين الملك، فرفض ذلك. فلما رآه الملك مصرا على موقفه وثابتا على الحق لا تزعزعه المخاوف، قال للجند أن يأخذوه ويذهبوا به إلى أعلى الجبل، ثم يعرضوا عليه هناك أن يترك دينه، فإن هو ترك عادوا به إلى الملك، وإن لم يتركه رموه من فوق الجبل وقتلوه. اللهم اكفنيهم بما شئت. فاستجاب الله دعاءه، وما هي إلا لحظات حتى اهتز بهم الجبل اهتزازة عنيفة أسقطتهم جميعا عن الجبل إلا الغلام، لم يمسسه شيء، فخلفهم متردين خلفه وذهب هو إلى الملك. فلما رآه مقبلا تعجب من عودته سالما دون أي أذى، وسأله عن أولئك النفر الذين ذهبوا معه ليلقوه من أعلى الجبل، فأجابه بأن الله سبحانه كفانيهم بما شاء. فأرسل الملك إلى جند آخرين وأمرهم أن يأخذوا الغلام إلى السفينة فيحملوه عليها ويأخذوه إلى وسط البحر، فإن هو آمن بدينهم وترك عبادة الله أعادوه، وإن لم يترك دينه ورفض الرجوع عنه ألقوه في البحر وتخلصوا منه. أيها الغلام المشاكس، هل أنت مصر على ما أنت عليه؟ أليس هناك سبيل لعودتك عما برأسك؟ وأدعوكم أنتم أيضا لتؤمنوا معي
عسى أن يغفر لكم الله ذنوبكم ويهديكم للخير. إذن أنت من حكمت على نفسك، فلا طريق أمامنا سوى أن نلقيك في البحر. اللهم إني دعوتهم فلم يستجيبوا، اللهم اكفنيهم بما شئت. أنت مرة أخرى؟ ألم تمت؟ الموت والحياة بيد الخالق وحده، ولا سبيل لك في قتلي إلا بأمر الله. وأين جنود الذين أرسلتهم معك؟ أغرقهم الله في البحر وأنجاني. عسى أن تؤمن بأن ربي هو مالك الملك، وهو على كل شيء قدير، ولكن إن أصررت على قتلي فسأدلك على الطريقة التي تقتلني بها. ماذا؟ ماذا تقول؟ أنا صادق في قولي لك، إن أردت قتلي حقا فاجمع الناس كلهم في مكان واحد كبير ليسعهم جميعا، ثم اصلبني على جذع شجرة، ثم التقط سهما من سهامي وضعه في القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمي السهم، فإنه إن فعلت ذلك قتلتني ولا سبيل آخر لقتلي. فلما لم يجد الملك مفرا من قتل الغلام إلا بهذه الطريقة استجاب له، فجمع الناس في ساحة من الأرض واسعة فأحضر الغلام، ثم أمر بصلبه على جذع نخلة، وأخذ بسهم من كنانة الغلام ووضعه في القوس وقال بسم الله رب الغلام، فانطلق السهم حتى أصابه فمات في الحال. فلما رأى الناس أن ملكهم وسيدهم لم يستطع قتل الغلام إلا حينما قال بسم الله رب الغلام، أدركوا أن إلههم ما هو إلا كاذب، وأن إلههم الحقيقي هو الله الواحد ربهم ورب الغلام، فآمنوا به أجمعون. فلما رأى الملك الناس كفرت به وآمنت بالله عز وجل، أمر بحفر أخاديد ضخمة، ثم أمر أن تشعل بها النيران العظيمة، فمن ارتد عن اتباع دين الغلام نجا، ومن بقي عليه ألقي في النار وهلك. فصبر المؤمنون منهم على هذا البلاء العظيم، واحتسبوا جزاءهم على الله، فكان الغلام والمؤمنون معه من أصحاب الأخدود، قدوة في الثبات على الحق مهما كانت الفتن ومهما اشتدت قسوتها. هكذا ثبت الغلام على الحق، ثم تبعه من آمن به في ذلك اليوم، فكانت قصتهم عبرة في الثبات على الحق إلى يوم الدين. فمن رأى ثبات تلك الأم التي ناداها صغيرها قائلا يا أمي اصبري فإنك على الحق، حينما صبرت واحتسبت وهم يلقونها ورضيعها في النار، حتما سيدرك بأن الاختبار لم يكن سهلا في يوم من الأيام. فدائما ما كان غاية أهل الشر هو أن يكفر العباد بالله وبصفاته، ذلك حين يقول سبحانه وتعالى في كتابه وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فلم يكن انتقام هذا الملك الظالم من المؤمنين إلا لأنهم يؤمنون بالله العزيز الحميد. لقد أرشدتني يا أبي إلى الطريق القويم، فلم أعد في شك من أمري بعد الآن، فبمثل هذه المواعظ الحسنة يضاء لنا الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم.
والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد